السلام عليكم. في البداية بقول لحضراتكم ان احنا لما بنتكلم عن مواضيع متعلقة بنهر النيل بيكون الحديث في منتهى الأهمية. ليه؟ لان احنا بنتكلم على شيء اساسي بيهتم به كل مصري عايش على ارض مصر. رقم 2، بالنسبة لنهر النيل زمان مثلا كنا بنجد انه في بيوت موجودة ولكن مش ملاصقة لمجرى النهر، بعيد شوية. حتى المدن اللي انشئت قديما ما كانتش بتنشأ بجوار المجرى الرئيسي للنهر. يعني مثلا مدينة الفسطاط ما انشئتش بجوار النهر، مدينة القاهرة الفاطمية لم تنشأ بجوار النهر، بل هتجد ان المناطق اللي هي جنب النهر النهاردة، كورنيش نيل مثلا دي منطقة جديدة ما مرش عليها اكتر من 100 سنة. احنا نتكلم على مناطق تكونت يعني تباعا، ولكن كل ده خشية من غدر نهر النيل ومن فيضانات نهر النيل. الحقيقة عايز اقولك كمان انه مجرى نهر النيل كان له يعني عوامل ماضية تغيرت من زمن لزمن اخر. النهاردة بعد بناء السد العالي كان في جزر في نهر النيل، بنتكلم عن حوالي 300 جزيرة. الجزر دي كان لا يجرؤ احد على انه يسكنها. بعد بناء السد العالي بقت الجزر دي تمنها غالي جدا بعد ما كانت برخص التراب. بعد بناء السد العالي بنتكلم على حوالي يعني 300 سفينة عائمة في مجرى نهر النيل ما كانوش موجودين قبل بناء السد العالي. فانت هتضع افتتاح السد العالي في شهر يناير سنة 71، وقت ما قبله غير وقت ما بعده. اللي عايز اقوله لك ان السد العالي مر علينا بيه 8 سنين او 7 سنين عجاف محدش في مصر حس بيهم. اللي عايز اقوله لك ان وقت السنين العجاف دي مفروض ان منسوب بحيرة ناصر اقصى منسوب للمياه ممكن تقول حوالي 181 متر. بعد السنين دي فضل المنسوب ينسحب المياه منه شيئا فشيئا لغاية ما وصل 150 متر، وكنت قربت من منسوب 147 متر، المنسوب اللي عنده خلاص انت بتعلن ان ما عندكش مية ودخلت منسوب التخزين الميت. بفضل الله انقذك السد العالي من هذا الكابوس، ورجع الفيضان جه في نهاية الفترة اللي هي السنين العجاف في الثمانينات. في نهاية الفترة دي استوعبت بحيرة ناصر كل كم الفيضان اللي جه على السد العالي، وبعدها ايضا استوعبت بحيرة ناصر الفيضان الخاص بسنين 99 و98 و2000، الفيضان اللي كان مدمر جدا. اللي عايز اقوله لك ان انت عندك النهاردة كنز كبير جدا اسمه بحيرة ناصر، مساحتها حوالي 5000 كيلومتر مربع. هذا الكنز بيقدر يحمي مصر في اوقات بعض المواطنين مش حاسين بيها. على سبيل المثال النهاردة في ظل الازمة الحالية والملء الاول والملء الثاني والملء الثالث، حامد بحيرة ناصر مصر من أزمات مائية. النهاردة على سبيل المثال في سنة 2020 يعني لسه من سنتين كان في فيضان ضخم جدا، أكيد حضراتكم سمعتوا عنه. بحيرة ناصر كانت سبب كبير في أنه تنقذ مصر من هذا الفيضان، رغم أنه وقتها كان في سوء تنسيق. وأقول لك وأقر كان في سوء تنسيق لأنه إحنا ما كناش عارفين الجانب الإثيوبي هيعمل إيه في التخزين، وده حصل أيضا مع السودان. تعرضوا لعشرة أيام من الجفاف الشديد ثم فيضان غرق السودان كلها. النهاردة الواضح كده إن إحنا بنتكلم على أخبار جديدة متعلقة بسد النهضة الإثيوبي، ولازم نقول لحضراتكم إن إحنا لما بنتكلم عن هذا السد لازم ننتبه لأنه المعلومات في غاية الأهمية. الفكرة والجديد إن إحنا بنتكلم على ملء ثالث. إيه اللي حصل في هذا الملء؟ الملء الثالث حضرات لما بنتكلم عنه، احنا النهاردة امام احتياطات مصرية بتقوم بها مصر النهاردة. يعني على سبيل المثال دكتور عباس شراكي الخبير المائي بيقولك ان انت النهاردة في استعدادات مائية ضخمة لدى مصر في قطاع بحيرة ناصر والمناطق المجاورة. لما بتكلم على مفيد توشكا، النهاردة الدولة بتعمل على انه استيعاب تصريف المياه من بحيرة ناصر المتجه لمفيد توشكا لازم يزيد ويصل لمليار متر مكعب مياه يوم. وده التوجه المصري. ليه؟ ده النهارده في امس الحاجه لان يكون عندك رياكشن، رد فعل قوي جدا مع اي تهديد بيحصل من انهيار لسد النهضه. الهدف الاساسي هو حمايه السد العالي. حمايه السد العالي هتتم بسرعه تصريف للمياه الضخمه الموجوده في بحيره ناصر واللي بتتخطى ال 130 او عفوا ممكن 160 مليار متر مكعب ميه. فانت عايز تعمل تصريف كم ضخم؟ انت محتاج تعمل تصريف ما لا يقل عن 3 مليار متر مكعب ميه في اليوم الواحد. هديلك مثال بسيط جدا. بحيرة سد النهضة النهاردة المفروض انها يعني هتخزن بحسب ما بتعلن اثيوبيا 74 مليار متر مكعب مية بعد اكتمال التخزين. فرضا انه انهار سد النهضة، ودي عوامل بيقولها متخصصين وبيكرروها كتير لان الموضوع اصبح يعني هقولك مثال دلوقتي، ولكن هقولك ان النهر ده او السد ده فرضا انه انهار، انت بتتكلم على طوفان طاحن هيغرق السودان ويغرق مجرى النيل الازرق في السودان بطول 500 كيلو متر. اقول تاني، سد النهضة على ارتفاع 645 متر، المية على ارتفاع 645 متر، والخرطوم على ارتفاع 300 متر،
متخيل؟ يعني طوفان جاي من فوق ونازل لتحت في مسافة 500 كيلومتر هيقطعها من أول النهار لآخره. السد لو انهار الصبح، الخرطوم آخر النهار هتكون غرقانة في المياه، مهددة حياة 20 مليون مواطن سوداني عايشين على مجرى نهر النيل الأزرق. ده مش كلام وخلاص، أنا بتكلم كلام علمي بيقولوا علماء ومتخصصين في هذا المجال. فلما نيجي على بحيرة ناصر وعلى السد العالي المصري، احنا النهاردة شئت أم أبيت ورحم الله الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لما بنفتكره في ذكرى أو في ذكرى ثورة 23 يوليو، لازم نفتكر هذا العمل العظيم. اختلفت معاه، اتفقت معاه، انت النهاردة أمام عمل عظيم جدا، هو مشروع القرن بامتيازه، من أعظم 10 مشاريع في القرن الواحد أو القرن العشرين على الإطلاق بشهادة الغرب قبل الشرق. فالنهاردة لما جيت على السد العالي، انت هدفك الاساسي هو حماية هذا الكنز، السد العالي المصري اللي هو السبب الاساسي في كل اللي احنا فيه ده. السد العالي المصري حضرات هو السبب الاساسي في انشاء سد النهضة. هتقول لي ازاي؟ هقول لك السد العالي لما اتعمل رغما عن الولايات المتحدة الامريكية ورغما عن البنك الدولي ورغما عن الغرب بتمويل من روسيا ودعم من روسيا، عشان كده دايما بنفتكر لروسيا بعض المواقف الايجابيه، ودايما لما تجد المصريين متعاطفين مع روسيا هتجد ان التعاطف ده مبني على حقائق تاريخيه وصوابق تاريخيه. في وقت كان في مستعمر بيحتلك كان في روسي بيساعدك، في وقت كان في حرب اكتوبر الغرب فيها بيساند اسرائيل، كان في حرب اكتوبر نفسها روسيا فيها بتساند مصر. فده موضوع طبيعي جدا، احنا بنقدر كل اللي واقف معانا. فاللي حصل انه بعد بناء السد العالي وانشاء هذا السد، جه الامريكان عشان يعملوا عدد من المشاريع داخل اثيوبيا، بنتكلم على حوالي 30 سد ليه تقطع المياه عن السد العالي المصري، فيضرب لك المياه القادمة عندك من اتجاه الجنوب اللي هو اتجاه هضبة الحبشة، واللي بتمثل الكم الاكبر من المياه القادمة من اتجاه الجنوب. فعملوا عدد من المشاريع وخططوا ليها، ومنها مشروع انشاء سد النهضة اللي كان وقتها اسمه سد الحدود. ولكن وقتها كان هذا السد خطة إنشاؤه وبحيرة هذا السد بتتكلم في 11.1 مليار متر مكعب مية، أقصى كاباسيتي ليها كانوا بيتكلموا في 14 مليار متر مكعب مية، لغاية ما جه ميلي الزناوي رئيس الوزراء الإثيوبي السابق وقال لك لا، إحنا عايزين نغير الخطة دي ونزود الكاباسيتي أكبر وأكبر، يعني بيعمل ضغط سياسي أكبر، بيكسب أصوات أكتر داخل إثيوبيا، بيعمل لنفسه يعني فوز أكبر أمام الداخل الإثيوبي على حساب طبعا مية مصر. طيب الحل إيه؟ قال لك لازم نخلي الـ 14 تصل الـ 74، والحل عشان تصل الـ 74 هي منطقة هذا السد اللي هو سد دلسرج أو السد المكمل لسد النهضة. السد ده حضرات موجود في منطقة تعتبر وادي منخفض، هذا الوادي لو بحيرة سد النهضة من غير السد ما يكون موجود امتلأت وتخطت 14 مليار متر مكعب، المياه طبيعية هتقوم خارجة من هذا الوادي، طبعا هو منخفض بين جبلين، وتقوم داخلة على مجرى نهر النيل من اتجاه امام شوية من ناحية السودان. فانت كده يعتبر ما عملتش حاجة، انت بتخزن المياه من هنا تروح على مجرى النهر تاني من هنا، لان طبيعي المياه هتنحدر من فوق تروح لتحت. قال لك يبقى نعمل سد السرج، وعشان كده عملوه محدب للداخل. محدب للداخل ليه؟ قال لك هذا السد معمول على منطقة خرسانية، منطقة يعني فيها احجار، منطقة طبيعتها انها ملتوية للداخل، وبالتالي تكليفا او توفيرا للنفقات احنا هنعمل سد السرج على المنطقة اللي هي مرتفعة قليلا واللي فيها كم الصخور مستدير بهذا الشكل، وبالتالي هنعلي فقط 50 متر بدل ما نعمله بشكل تاني مستقيم او تحدبه خارجي، فهنعمله على ارتفاع 80 و70 متر، فاحنا كده بنوفر اكتر. ولكن السد مشكلته انه يعني ليس بالاتساع الكافي اللي يقدر يتصدى لقوة ضغط 174 مليار متر مكعب مية. اقول لحضرتك ان السد العالي عندك في مصر من الاتساع من الاسفل حوالي كيلومتر يعني 1000 متر، ومن فوق حوالي 40 متر يعني اتساع الطريق اللي بتمر من فوقه السيارات وبعد الهوامش يمين وشمال. فانت هنا بتتكلم على سد معمول بطريقة قوية جدا، عشان كده عمره الافتراضي رغم انه اقدم بكتير من سد النهضة عمره اطول من عمر سد النهضة الاثيوبي. دي المعلومات الاساسية اللي احنا بنحتاج نعرفها، انه الطموح الاثيوبي بدون داعي، يعني انت عندك على سبيل المثال للدعابة هتجد ان اثيوبيا الدولة يمكن الوحيدة في العالم اللي ممكن تصدر كهرباء وهي عندها احتياج للكهرباء. اقول تاني، وانا قلت الكلام ده قبل كده، اثيوبيا الدولة الوحيدة اللي ممكن تصدر كهرباء لدول الجوار عندها اساسا احتياج لسكانها من الكهرباء.
ليه؟ لانه سد زي سد النهضه موجود على ارتفاع منخفض عن بقيه الهضبه. السد زي ما اقول لك على ارتفاع 600 وشويه، 645 650، والهضبه يعني العاصمه موجوده على ارتفاع اكتر من 2000 2500 متر. فانت طبعا صعب جدا انك تطلع الكهرباء في هذا الارتفاع، فالاسهل لك انك تصدرها لدوله مجاوره زي السودان مثلا او جنوب السودان. دي الفكره ببساطه ووضوح. اما الكم الضخم من التخزين فليس له اي داعي. رقم 2 او الاضافه اللي عايز اقولها، انه النهارده انت عندك في 13 توربين في سد النهضه، تخيل حضرتك واحد فقط اللي بيعمل. الواحد اللي بيعمل ده هو التوربين رقم 10. عندهم توربينات زي بقول لك 13، اثنين على المستوى السفلي اللي هم اوريدي المفروض يكونوا شغالين النهارده، واللي منسوب المايه بيغطيهم، و11 على المنسوب الاعلى. ودول بتستهدف اثيوبيا انها تصل بالمياه تتخطى منسوب 590 متر عشان تقدر تولد كهرباء من ال11 توربين المتبقيه. هنا بندخل على المعلومه المهمه. الراجل بيقول لك دكتور عباس شراكي منزل الصور دي، قال لك دي اخر صور بتاريخ 23/7 منزل فيها يعني منسوب بحيره سد النهضه. قال لك النهارده المنسوب تم التخزين الثالث لسد النهضه مقدار 2 مليار متر مكعب ميه. طبعا مش ده كل التخزين المستهدف، او مش ده كل التخزين اللي هيحصل. اثيوبيا بتستهدف 10 مليار في التخزين الثالث، لكن متوقع انها فقط تستطيع انها تخزن 5 6 مليار متر مكعب مع نهايه الاسبوع الاول من شهر اغسطس. وبالتالي لو منسوب الميه وصل 13 مليار متر مكعب، فانت هنا امام مياه تلامس سد السرج. وصل 14، المياه طبعا هتكون بتماس حوالي كيلومتر مع هذا السد. دي المعلومات الأساسية. رقم 2 أو رقم 3 في المعلومات اللي حابين نضيفها، إنه مع التخزين يعني أنت النهاردة زي ما بقول لك 8 هتضيف لهم 5 أو 6 هيبقوا 13 أو 14. الثمانية كان راح منهم 2 قبل كده مع التصريف اللي بيحصل قبل الفيضان، فالثمانية أصبحوا 6، بعدين اتضافوا الاثنين بقوا 8، رجعوا للأصل اللي هو مستوى أغسطس 2021. بنضيف عليهم النهاردة 2، فالوضع الحالي الديني البحيرة فيها 10 مليار متر مكعب مية. خلال الفترة دي كان بيحصل تصريف، عندك بوابتين في سد النهضة، كل بوابة بتعمل تصريف 50 مليون متر مكعب مية في اليوم، يعني الاثنين على بعض يعملوا مليار متر مكعب مية في خلال 10 أيام. وممكن طبعا التصريف يزيد أو كم المية يزيد لو وصلت ل 60 مليون للفتحة الواحدة. دي المعلومات الأساسية اللي حابين نعرفها. وعايزين نعرف كمان إنه هذا السد زي ما الراجل بيحذر سد في منتهى الخطورة. ليه؟ لأن طبيعة السدود الإثيوبية حدث أكثر من مرة، بنتكلم على 3 مرات مع سدود إثيوبية، منها سد مشهور اسمه سد تيكيزي على نهر عدبرة حدث له انهيار جزئي تسبب في وفاة 53 من عمال هذا السد، رغم أنه كانت بتشارك في تأسيسه شركات عالمية متخصصة في السدود زي ما الشركات اللي بتعمل سد النهضة مسؤولة عن إنشائه. الخلاصة في كل اللي أنا بقوله لك أن احنا يعني ما بستغربش من فكرة أنه يحصل كل ده من قبل إثيوبيا، ولا اتعجب. انا شايف امامي امثله لدول كتير جدا بتحاول دول المنابع انها تتحكم في دول مصب، ونجحت في كثير من التجارب واثرت على دول مصب وسببت يعني خراب في كتير من الدول. ولينا في سوريا والعراق خير مثال وخير شاهد. لكن النهارده لما بنتكلم على انه دوله يجب ان تكون قويه، هو دي اللحظه او هي دي اللحظه اللي يجب انك تكون فيها قوي عشان تتصدى لاي حد يحاول انه يمس الميه بتاعتك، عشان لما تكون في موقف صعب لا تحسد عليه تقدر تدافع عن ميتك وعن مقدراتك المائية، وما تصبحش نموذج زي الدول الأخرى اللي حصل معاها نفس المعاناة. لا سيما ان انت دولة طبيعي جدا من افقر الدول في الماء في العالم، انت في منطقة من منطقة الجفاف الشديد في العالم زيك زي ليبيا وزيك زي السعودية، بل ربما بتسبقهم. وكفاية ان انت عندك عدد سكان متزايد عن اي دولة في المنطقة. وبالتالي خط الفقر الماء النهارده انت الفرد نصيبه كام؟ حوالي 538 متر مكعب ميه في السنه. ده نصيب الفرد النهارده. لما السد العالي انشئ كان نصيب الفرد 2000 متر مكعب ميه في السنه، وكان متوسط الاحتياج بيتكلم في 1000 متر مكعب ميه في السنه. النهارده السد العالي لما انشئ على سبيل المثال، انا بدي لك امثله عشان تقارن وتفهم، كان بيتكلم في حوالي 2000 او 2100 ميجا وات كهرباء. ده كان بيتكلم في حوالي او بيمثل 80% من احتياجات مصر من الكهرباء. النهارده ال 2100 ميجا وات بيعملوا 5% فقط من احتياجات مصر من الكهرباء. وده التطور، ودي الاليه الطبيعيه اللي ماشيه بيها يعني الدول وماشيه بيها الحضارات، والتطور الطبيعي جدا للانسانيه. فيجب ان احنا نراعي انه في اوضاع او في مشاريع قديمه انقذت دول بحجم مصر، هذه المشاريع على راسها
مشروع السد العالي، وهو ده بالأساس زي ما قلت لك السبب الرئيسي في إنشاء سد النهضة الإثيوبي. إثيوبيا لا مشكلة إطلاقا في الطموح، ولا مشكلة في إنك تعمل مشاريع مائية تحقق بها طموحاتك، لكن يجب أن يكون في تنسيق، يجب أن يكون في ترتيبات وتنسيقات خاصة بأمان السد عشان ما تضمنليش دول وتشرد شعوبها زي ما بيحصل مع مناطق تانية، وكمان تجرى دول أخرى في حوض النيل على أنها تحذو حذوك وتعمل زيك وتعمل سدود بدون تنسيق مع دول المصب. ده الواقع لازم نعرفه. إن شاء الله إحنا قادرين كل القدرة على حماية مقدراتنا المائية، وزي بقولك كده الموضوع متعلق في الملء بحالة هيدروليكية النهر، يعني الفيضان والجفاف. العملية متعلقة بأنه الكم اللي انت هتقوم بملئه يؤثر إذا كان هناك جفاف أو جفاف شديد، الكم اللي انت هتقوم بملئه لا يؤثر إذا كان هناك فيضان، لأن طبيعي حصتك 55.5 مليار متر مكعب في السنة، لو في فيضان هتبقى الحصة دي 60 و70 أو حوالي 60 أو 61 أو أكتر، وبالتالي لو قامت إثيوبيا بالتخزين 5 مليار متر مكعب انت هيجي لك 55.5 وممكن يجي لك اكتر كمان. دي الفكرة في الملء ودي الفكرة ببساطة، لكن لا يتنافى اطلاقا مع وجوب الحفاظ على مقدراتنا المائية، وده مطلب كل انسان مصري الحفاظ على مياه مصر. في النهاية بشكركم جدا، ربنا يحفظ مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.